اختتمت مساء أمس فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل، معلنا عن أسماء الأفلام السينمائية الفائزة بجوائز المهرجان وفقا لثمان فئات مختلفة. نعم سعيد، هذا وقد تابع الجمهور طيلة دورة المهرجان عرضا لمجموعة 121 فيلما من 33 دولة من أروع نتاجات الفن السابع، وشهد قصصا نابعة من واقع مجتمعات مختلفة حول العالم. الزميلة إيمان شرف والتفاصيل. كان للفائزين الذين استحقهم التكريم بالجوائز في ختام مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل كلمات تعكس مقدار حجم فرحهم بهذا الفوز وإقبالهم نحو تطوير أعمالهم لتكون قادرة لتحقيق طموحاتهم المستقبلية والتي لا تقف عند هذا الحد. صراحة طموحي أني أنا أسوي فيلم إماراتي كامل متكامل، يعني ما في أي أغلاط من حيث الإخراج التصوير السيناريو كله، يعني شغل إماراتي، وإن شاء الله إن شاء الله أشتغل على الموضوع، وحين سأدور فيلم أدور السيناريو المناسب أني أنا أشتغل عليه. طبعاً أنا اليوم كل سعيد لأن فزت بجائزة أحسن فيلم وثائقي في مهرجان الشارقة، وهذا فوز كبير مو بس إلي، بس فوز كبير للدياب وجماعة اللاجئين الأطفال اللاجئين. وأني طموحي بصراحة عندي طموحات هواية، بس as a filmmaker أنا طموحي يعني أكون يعني مخرج عالمي وأقدر أخرج أفلام اللي تبحث عن قضايا المنطقة بصراحة، لأن المنطقة اللي يهمني يعني شرق الأوسط، لأن أنا أصلي من الشرق الأوسط، وحتى أخل يعني أوصل المسج من قصصنا ومن الفولكلور والقصص اللي عندنا للعالم الخارجي in a positive، يعني يعني بالشكل إيجابي، حتى أقدر أخدم الفن بالمنطقة بصراحة. مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل كان البيت الأمثل الذي استقبل ما جارت به همم الأفراد من أفلام سينمائية، وكل من رغب في أن يشارك بفيلم يكون من إنتاجه الشخصي في النسخة القادمة لهذا المهرجان. فكرة الفيلم هي باختصار هي صراع بين شخصية وآلة موسيقية، شخصية متدينة وآلة موسيقية، فكل واحد منهم يبغى ينتصر. اللي حبيت أوضحه في الفيلم أنه ما أنا لا مع الشخصية ولا مع الآلة الموسيقية، أنا أبغى أخاطب العقل وأخاطب الفكر. وفقا لآلية التحكيم التي استعان بها المهرجان، ساهمت في دقة اختيار الأفلام الفائزة والإشارة إلى تميزها استنادا إلى جملة من المعايير الثابتة. وكعادة مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل يأتي ليؤكد على ضرورة تحفيز الأفراد على الإبداع ورفع قدراتهم الفنية من باب الخصوص. في ختام هذا المهرجان جاء يؤكد على أهمية الاهتمام بمهارات الطفل وخصوصا الفنية التي ستنعكس وبلا شك على المجتمع الإماراتي في الجانب الفني. للتلفزيون البحرين إيمان شرف، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة.